الو، فهسه احنا قلنا بالنسبه للكولينرجيك دراجز تنقسم الى قسمين، اما انه تكون دايركتلي اكتنج او تكون اندايركت. بالنسبه للدايركت قلنا انه تشتغل على بشكل دايركت على المسكارانيك ريسبتورز. الاندايركت شلون تشتغل؟ دكتور تشتغل على الاستال كولينسترايز، تشتغل على الاسيتيل كولينسترايز انزيم، فاذا قللت الاكشن مال الاسيتيل كولينسترايز انزيم هذا حيؤدي الى ارتفاع مستوى الاسيتيل كولين بالجنكشن. ف احنا قلنا الموست فيموس الكولينرجيك اغونيست اللي هو الاسيتيل كولين، لكن هل نستخدم الاسيتيل كولين فور ثيرابيوتيك بيربوزز؟ لا دكتور، قلنا ما نستخدمه. ليش ما نستعمله؟ راح يعطيني شورت ديوريشن، شورت ديوريشن اوف اكشن. والشغله الثانيه ليش بعد ما نستعمله؟ هو ما يقدر يطلع من مكانه، ما يقدر يطلع، ما يقدر يعني ما في شورت ديوريشن. شلون؟ هو كوانايز بشحنه فما راح يقدر يخترق بسهوله. قلنا هو كوترنري امونيوم كومباوند، بس مو بس هذا السبب، يعني هو دكتور مالتيبلسيتي اوف اكشن. شلون؟ مالتيبلسيتي اوف اكشن، مالتيبلسيتي اوف اكشن، يعني بي مالتيبلسيتي اوف اكشن، بما انه صاير بي مالتيبل اكشنز فاحنا ما نفضله. قلنا الكولينرجيك دراكس اللي هي يعني هي ديريفيتيف اوف اسيتايكولين شويه يسوون موديفيكيشن للستراكشر مالتها. مثلا هذا الستراكشر مال الاسيتايكولين سووا له موديفيكيشن، وحده من الموديفيكيشنات انه بدل ما يضيفون الاسيتيل جروب يضيفون الكربامويل جروب او الكارباميك اسيد، يصير كارباميك اسيد ديريفيتيفز. اذا اضفنا الكربامويل جروب مثلا بالبيثانيكول والكارباكول شو يصير بالمركب؟ يعني هنا انا بدل مو عم ضيف صار واحد يكون سيلكتيف، يعني يكون سبيسيفيك. لا لا، هسه انا بدي نحكي على الكربامويل جروب، يعني هذا الاسيتيل جروب ما يتاثر بالاسيتيل كولينستريز، ما يتاثر بالاسيتيل كولينستريز. اذا ما تاثر بالاسيتيل كولينستريز صار بي صار لونج ديوريشن، long duration of action، فلهذا نفضل على الاسيتايكولين. خلصنا من مشكلة short duration of action مع الاسيتايكولين عن طريق إضافة الكربامويل جروب. هذه الكربامويل جروب رغم أنه إحنا ضفناها عندنا مشكلة ثانية بالاسيتايكولين. شنو كانت المشكلة الأخرى غير short duration of action؟ multiplicity of action. شلون نحاول نخلص من multiplicity of action؟ انه سووا ضافوا مثل جروب مثلا بالبيثانيكول، من ضافوا المثل جروب at this position صار بالمركب دكتور صار سبيسيفيك بس للمسكرانيك ريسبتور، سو مسكرانيك ففقد الاكشن على النيكوتينيك ريسبتور فهذا صار مور سيلكتيف، بس هذا ظل انه يشتغل كنيكوتينيك ريسبتور اغونست ومسكرانيك اسيد مسكرانيك ريسبتور اغونست، وقام ينطينا ان بريدكتبل فانكشنز. بالنسبة للأدوية اللي تأثر على النيكوتينيك ريسبتر، تعرفون النيكوتينيك ريسبتر وين موجود؟ بالCNS، أدرينال ميدولا، ممكن موجود بالCNS. المكانات المهمة وين موجود بيها؟ دكتور بالأتونوميك جانجليا، بالأتونوميك جانجليا، وبعد وين مكان الرابطة العصبية العصبية بالنيوروموسكولر، نيوروموسكولر جانكشن. زين احنا طبعا اكو فروقات بين النيكوتينيك ريسبتر اللي بالنيوروموسكولر عن الجانجليا، يعني ممكن اكو ادويه تشتغل بس على النيوروموسكولر جانكشن بدون ما تشتغل على الجانجليا. هل انه الادويه اللي تشتغل على النيكوتينيك ريسبتر بالجانجليا لها ثيرابيوتيك امبورتنس؟ يعني أنا من أريد أجيب أدوية أنطيها على الجانجليا هنا، أنا therapeutic importance هنا
اجيب ادويه تاثر على النيكوتينيك ريسبتور اللي موجوده بالجانجليا بين البري جانجليونيك والبوست جانجليونيك نيورون. الا فد اهميه طبيه؟ لا دكتور. ليش؟ لانه قلنا انبريدكتبل راح يكون انبريدكتبل افكت، الافكت مالتها حيكون غير متوقع، يعني انه ما نعرف حيشتغل ايش حيسوي بالسمباثيتك ايش حيسوي بالباراسمباثيتك، فلهذا يكون بها تكون اليوز مالتها فيري ليميتد، واكثر شيء يستخدموه فور اكسبيرمنتال بيربوزز. هسه اليوم حنجي على الاندايركت اكتين كولينستريز كولينيرجيك دراج، والاندايركت كولينيرجيك دراج تشتغل على الانزيم اللي هو الاستيل كولينستريز. فهسه قبل ما نجي بس اشوفكم الكلاسيفيكيشن مالتها وبعدين نجي نشرحها بالكتاب. هذا الواضح عندكم؟ اي واضح دكتور. فاحنا بالنسبه للاندايركت اكتين كولينستريز انهبيتورز تنقسم الى ريفرسيبل وايرريفرسيبل. شنو الفرق بين الريفرسيبل والايرريفرسيبل؟ طبعا احنا قلنا الريفرسيبل يعني نقدر يعني نعكس عمله، نعكس عمله. الايرريفرسيبل ما ينعكس عمله، وبالتالي شنو ايش حيصير بالاكشن مالتهم؟ يعني شنو الفرق بالاكشن؟ يكون هذا الريفرسيبل يكون يعني تاثيره ما يبقى، وبس ذاك يكون له تاثيره دائم. يعني ذاك يكون تاثيره اطول. يعني شنو بالنسبه، يعني عندي انزيم انهبيتر ايش قد يبقى دائم يعني طول العمر؟ لا مثلا الريفرسيبل يكون له انهبيترز بس ذاك مثلا ما له انهبيترز. الريفرسيبل هو انهبيتر، يعني هو بطبيعته يكون انهبيتر. يعني احنا بالنسبه ان عندنا الاسيتايكولين، هو الاسيتيل كولينستريز هو منو منو السبستريت مالته؟ منو الاسيتايكولين؟ اي فهذول ذول هم كومبيتيتيف انهبيترز، بس واحد منها يكون ريفرسيبل والثاني يكون ايرريفرسيبل. طبعا منو اللي يكون بي لونجر ديوريشن اوف اكشن؟ الريفرسيبل. ايش قد تطول الاكشن مالته؟ يطول الاكشن مالته الى ان يصير عندي سينثيسيس اوف نيو انزيم، بينما بالريفرسيبل ما يحتاج انه ننتظر الى ان يصير عندي سينثيسيس اوف نيو انزيم، يعني يبقى يعني الاكشن يشتغل فتره معينه وبعدين يختفي. بينما بالريفرسيبل لهذا يبقى لفتره طويله الايفكت مالته. ليش؟ لانه يعني الانزيمات اللي موجوده خلاص صار بيها انهبيشن، فيظل الى ان يظل التاثير موجود على الشخص الى ان يصير عنده سينثيسيس اوف نيو انزيم، يلا يصير عنده ريكفري. زين فياهو لي بي ميديكال امبورتنس اكثر، الريفرسيبل ولا الريفرسيبل؟ ممكن الريفرسيبل دكتور. الريفرسيبل هو إلى ميديكال امبورتنس، يعني يكون الورك مالته يكون مانجبل، يعني تقدر انت مثلا اذا صارت عندك توكسيسيتي او بروبلم يكون مانجبل. الريفرسيبل ما له استخدامات طبيه هوايه، بس اكثر الكومباوندز اللي تكون ريفرسيبل هي اورجانو فوسفورس كومباوند اللي يصير بها ريفرسيبل بايندينج للاسيتيل كولينستريز انزيم. هذه الأورجانو فوسفورس كومباوندز اللي هي تنقسم إلى قسمين، أما تكون إنسكتسايد، تعرفون شنو إنسكتسايد؟ مبيد حشرات. مبيدات حشرات أو النيرف غاسز فور ميليتري بيربوزز. تعرفون النيرف غاس؟ نيرف غاس شنو؟ مسامعين بي؟ لا دكتور. نيرف غاز هو غاز الأعصاب اللي يستخدموه فور ميليتري بيربوزز،
اللي يستخدموا فور هوميسايد يعني اللي يستخدموا بمظاهرات يعني فور فور ميليتري بيربوزز يعني يستخدموا دائما مثلا غاز السارين. فمرات دكتور يعني المسيل للدموع نفسه هو يسموه غاز الأعصاب هذا. هو ليش يسيل الدموع؟ هو النيرف غاز بطبيعته هو أورغانوفوسفورس كومباوند، هو بطبيعته ده يشتغل إيرفيرسبل إنهيبيتر للأسيتيل كوليستيريز. إذا اشتغل إيرفيرسبل إنهيبيتر للأسيتيل كوليستيريز شو يصير عند الشخص؟ يعني هسه اشتغل هذا أسيتيل كوليستيريز إنهيبيتر شو يصير؟ يعني راح يزداد الأسيتالكولين. يزداد نسبة الأسيتالكولين. من يزيد عندي نسبة الأسيتالكولين هالمرة شو يصير الشخص عنده؟ يصير عنده urination، يزيد عنده urination، يزيد عنده salivation. تعرفون شنو الكولينيرجيك effects؟ شنو شو يصير عنده؟ دياريا دكتور ودني دياريا ويزيد عند الساليفيشن ويزيد عند اللاكريميشن يطلع عند هذا. فلهذا يسمون مسيل للدموع يعني هو يزيد ايضا اللاكريميشن. هذا بالنسبه للارفيرسبل. هذا يستخدموه ايضا فور ذا تريتمنت اوف جلوكوما. يعني الريفرسبل اكثر شيء ما له استخدامات طبيه، بس اكو واحد من عندهم يستخدموه فور ذا تريتمنت اوف جلوكوما اللي هو يسموه بالايكوثايوفيت. هذا يسوي لي فاست ريدكشن للانترا اوكولار بريشر، بس المشكله انه يسوي لي سيفير ميوسيس. احنا نعرف انه تاثير الكولينرجيك سيستم على الايز شنو جينا ميوسيس وبعد هي يعني اكو فيديو للزيتة مال الافكت اون ايز التأثير مال الدراجز مال السمباثيتك والباراسمباثيتك بالايز. فنفصل بيها التأثيرات. يعني هي مثلا الايز احنا شنو شي همنا الاكوموديشن تو لايت والاكوموديشن هي الايز بها اللي هي بها عضلتين يعني الايريس اللي هي الرايديال والسفنكتر هذا تتحكم بالميوسيس والمدرياسيس. سمباثيتك الرايديال دكتور راح احنا نريد نوسعها بالسمباثيتك فالرايديال هي اللي راح تسوي كونتراكشن. اي هاي بالنسبه للميوسيس والمدرياسيس. الاي فانكشن الثاني عندي الاكوموديشن اوف نير اند فار فيجن والاي الفانكشن اللاخ راح يصير نير فيجن. اي وان شاء الله الاخ المهمه عندي هو الريجوليشن مال الانترا اوكولار بريشر. تعرفون يعني شنو انترا اوكولار بريشر؟ ضغط العين الداخلي او هيك اي ضغط العين. ف الانترا اوكولار بريشر هو يعني ارتفاع ضغط العين. فممكن مثلا الايكوثايوفيليت انطيه حتى اعالج زياده الانترا اوكولار بريشر. فبالنسبه للانترا اوكولار بريشر اكو شيء اسمه الترابيكولار ميش ورك. بس لحظه
تشوفون هذا قدامكم. فواحدة من الفانكشنز مال الايز اللي هي الريجوليشن مال البيبل اوف ذا اي. شلون يصير ريجوليشن للبيبل مال الاي؟ عن طريق الارز مسلز. الارز مسلز بها نوعين، اكو السفنكتر اكو الراديال. السفنكتر مسل مال الارز من يصير بها كونتراكشن يصير عندي ميوسيس. الراديال مسل من يصير بها كونتراكشن لا يصير عندي مدرياسيس. فبالنسبه للكولينرجيك سيستم هو يشتغل على السفنكتر مسل فيصير عندي ميوسيس. هذا بالنسبه للفانكشن الاول. الفانكشن الاخر انه الايز ايضا انه السمباثيتك والباراسمباثيتك يتحكم بالكيرفتشر مال اللينس مال العدسه عن طريق وجود السيلياري مسل. فهذه السيلياري مسل من يصير بيها كونتراكشن كونتراكشن فشي يصير اللينس يزيد التحدب مالته. اذا زاد التحدب هنا الفوكس بوينت تقترب لو تبتعد؟ تقترب دكتور. تقترب فسوي accommodation للنير فيجن، يعني النظر القريب يحتاج إلى activation of the parasympathetic nervous system. هذا همين الفانكشن الأخير. الفانكشن الأخير المهم للأيز اللي هو regulation of the intraocular pressure. دائما الانتراوكولار بريجر هو يمثل الضغط مال العين بالانتيرير تشامبر. تعرفون الستراكتشر مال العين؟ زين هنا تعرف عندك anterior posterior chamber وعندنا هنا اللينس وهنا عندي البيوبل وهذا عندي الارز مسلز هنا. فالضغط مال العين اكو شغلتين تسوي لك كنترول. واحده من عندها هو السيلياري بودي اللي يفرز السائل مال العين، والشغله الثانيه هو اكو ترابيكولار ميش وورك اللي يسوي درينج للفلويد. فبالنسبة للباراسمباثيتك نيرفوس سيستم هو دائما يزيد لي الدرينج مال الفلويد from the anterior through the trabecular meshwork فيقلل لي كمية الفلويد بالانتيريور تشامبر. هذا بالنسبة للاي فانكشن. فلهذا هسه لما اجي انطي دراج يشتغل ك انهبيتر للاسيتيل كولينستريز، ايش حيسوي للايز؟ مايوسيز. بعد البريشر شي يصير بيه؟ يزيد الفلويد، يعني هم يعني قلنا يزيد الفلويد لا يقلل الفلويد بالانتيريور تشامبر مال الاي. لا راح يزيد، لان احنا قلنا استار كولين دائما هي تزيد الاكريميشن. لا تزيد الفلو مو الاكيميليشن، تزيد الاوت فلو مالته عن طريق تخليه يطلع من الانتيريور تشامبر درينج، يعني يزيد الدرينج. فلهذا نقدر ننطي الايكوثيوفيليت ممكن انه ننطي او الاسيتيل كولينستريز هذا انطي حتى يعالج بالجلايكوما. لكن اكثر شيء شيء يعالجون به هذا الايكوثيوفيليت بما انه ريفرسبل ويكون بي سترونج اكشن فيعالجون به الاكيوت اوبن انجل جلوكوما. بس شنو عندنا المشاكل مالته؟ هي الميوسيس والكاتاراكت. زين تعرفون هاي الانجل شنو يعني؟ شنو نقصد بها اوبن انجل وكلوز انجل جلوكوما؟ الانجل هي الزاويه اللي صايره بين الارز وبين الكورنيه اللي من خلالها بهاي الزاويه يصير عندنا الفلو مال الترابيكولار مشورك. مرات هذه الزاويه يصير بها انسدادات، فاما يسموه كلوزد انجل جلوكوما يعني صاير عندك انسداد بالترابيكولار مشورك، او اوبن انجل جلوكوما هي بعدها مفتوحه لكن بها تقلصات. فإذا ننطي مثلاً كولينرجيك دراكس فهذه تفتح الترابيكولار مشورك وزيد لنا الأوت فلو مال الفلويد. زين فلهذا هسه احنا شنو كاتاراكت؟ كاتاراكت هذا العتمة مال العدسة
لأنه ممكن شافر الإيكوثيرافيل يعني يسوينا الميوسيز وأيضا واحدة من الشغلات يسوينا الكاتارات. زين هسه بالنسبة للإيرفيرسبل، الإيرفيرسبل هل هذاك الثيرابيوتيك امبورتنس؟ لا ما بيها، يعني لو هي أورغانوفوسفورس كومباوند لو تكون بس يوسف موجود؟ يوسف تسجل؟ اوكي. فبالنسبه لل بالنسبه للايكو ثايوفيليت هو الوحيد اللي بين الايرفيرسيبل اللي ممكن انه نستخدمه لاغراض علاجيه، لكن فقط يستخدم بالاكيوت كيسز لانه الاكشن مالته يكون سترونج باعتبار انه يكون ايرفيرسيبل. هنا الاكشن مالته ليش ده يعتبر سترونج؟ لانه ما يصير عندك يعني من يجي يتحد ويا الاسيتيل كولينستيرايز انزيم ما يصير عندك ريجينريشن اوف ذا انزيم، فراسا يعني فتفقد كميه كبيره من الانزيمات ويبقى الايفكت مالته الى ان يصير عندك جينريشن اوف ا نيو batch of enzymes، فبالتالي الاكشن ما تعتبر سترونج وفقط انطيب حالات الاكيوت جلوكوما. هذا الريفرسبل. الريفرسبل نوعا عما استخداماته الطبيه اكثر. تنقسم الريفرسبل الى قسمين، الكواترنري اند شورت اكتنج والتيرشري. شنو الفرق بين الكواترنري والتيرشري دكتور؟ الكواترنري رباعي تعويض، رباعي راح يكون بشحنه، اذا يعني تعبر ال تقدر تعبر اورالي وراح تقدر تعبر دي بشحن دكتور ما تقدر تعبر. اذا هذا اللي هو الاكزامبل ادروفونيا من قلنا كواترنري، يعني ممكن تعطي اورالي؟ لا دكتور لا ما نقدر، لازم ممكن زين يعبر البلود برين بارير ما يعبر البلود برين بارير. الشغله الثانيه انه بي شورت ديوريشن اوف اكشن. التيرشري لا اي في راح يعبر اي في اكثر شيء. تيرشري لا يكون كاربوميك اسيد استرز، وهذا الاكشن مالته يشتغل طبعا هو ليش يشتغل على المسكارانيك ويشتغل على النيوروماسكولار جانكشن؟ ليش هذا اني تشتغل على المسكارانيك والنيوروماسكولار جانكشن سيناتهم تشتغل عليهم؟ دكتور لانه بيمثل جروب؟ لا هو لا جروب راح تخصص مو صحيح؟ لا لا مو ده نقول مثل جروب، هو هي ليش هاي الادويه كلها الاسيتيل كولينستريز انهبيترز ليش تشتغل على اثنيناتهم؟ ليش هنا تشتغل على النيوروماسكولار جانكشن وعلى المسكرانيك؟ يعني تشتغل على النيكوتينيك والمسكرانيك؟ لان هو اصلا قلنا الاستار كونترول مالتيبل يعني multiplicity multiplicity of action، فهي زيد الأسيتايكولين بكل الجنكشنات تأثر عليها بالمسكران، فلهذا الإفكت مالته حيكون بمسكرانيك إفكت وأيضا تأثيره على نيورومسكولار جنكشن. هذه الأدوية بصورة عامة اللي هي reversible ينطوها بحالة اسمها المايسثينيا جريفز. المايسثينيا جريفز هو فد أوتو أميون ديزيز. هذا الأوتو أميون ديزيز إنه يكون أنتيبودي تهجم على المسلز، وتهجم وين؟ على النيكوتينيك ريسبتورز اللي موجودة بالمسلز. فإذا هنا أكو دراج أكو ديزيز اسمه مايسثينيا جريفز. مايسثينيا جريفز هذا هو عبارة عن مرض هو أوتو أنتيبودي، يعني أوتو أميون ديزيز، أنه الجسم يكون أنتيبوديز تهجم على النيكوتينيك ريسبتور مال المسلز. إذا صار هذا الهجوم الحركة مال الجسم شو تصير؟ يصير ضعف بالعضلات. يعني ما يقدر. ضعف بالعضلات، فيصير عنده في نوع من الباراليزز يسموه بالفلاسيد باراليزز. شو أقصد بالفلاسيد باراليزز؟ باراليزز هو الشلل، بس الفلاسيد يعني إنه. فلاسيد يعني إنه ما يقدر يحرك، تبقى ريلاكست. قلنا إحنا بالبوتيولينيوم توكسين. شنو نوع الباراليزز؟ يعني شنو نوع الشلل صاير؟ فلاسيد باراليزز، يعني العضلة تبقى ضعيفة ما يقدر يحركها، هاي يسموه فلاسيد باراليزز. اكو نوع من الباراليزز يسموه فاسكيكيوليشن. الفاسكيكيوليشن لا، انه ظل العضلة متقلصة متشنجة.
همان هي باراليزز بس تكون بها فاسكيكيوليشن. بالنسبه للمايستينيا جلايزز يعاني من وجود فلاسيد باراليزز. فهو هنا العلاج ما انت شي يسوون يحاولون انه يزيدون الاسيتيل كولين بالنيوروماسكولار جانكشن. شلون يزيد الاسيتيل كولين بالنيوروماسكولار جانكشن؟ واحده من الطرق انه انطي اسيتيل كولينستريز انزيم انهبيتر. زين فشو اذا انا اريد اعالج المايستينيا جرايفز شو افضل انطي ريفرسبل لو ريفرسبل؟ ريفرسبل انطي ريفرسبل. دكتور اذا زيدنا الاسيتيل كولين هيك شو راح يصير؟ يعني مو هو انت عندك النيكوتينيك ريسبتر ما دا تشتغل فشي يسوي وصاير انتي بادي عليها فشي يسوي سووا له تريتمنت يزيدون نسبه الاسيتيل كولين فحتى يزيدون العمل هالباقي من النيكوتينيك ريسبتر يزيد العمل مالتها. إذا دكتور زيدنا الكولين هسه شو حيصير؟ حيبدي عاد شوية ترجع العضلة تشتغل من جديد لأنه الطريقة مال العلاج أنه نزيد نسبة الأسيتيل كولين فهل موجودة من النيكوتينيك ريسبتر حيصير بها اكتيفيشن. يعني هو أبو المايستينيا جرايفس شنو عنده؟ عنده نقص بالتقلص مال العضلة ما يقدر يقلص عضلته. ها بيشو حالة حساعدنا الأسيتيل كولين يعني بالتقلص مال العضلات. اي حتى يرجع التقلص شويه يرجع التقلص يعني هم نيكوتينيك ريسبتر تقريبا في البوبوليشن من عندها يجوز نصفها 75% صار بها دامج فهل موجود اللي باقي من عندها نحاول نسوي له اكتيفيشن شو نسوي نزيد نسبه الاسيتيل كولين شلون نزيدها ننطي اسيتيل كولينستريز انزيم انهبيتر هذه الاسيتيل كولينستريز انزيم انهبيتر بي نوعين الكواترنري والتيرشيري بالنسبة للكواترنري طبعا منو حيكون الديوريشن اوف اكشن مالته اطول الكواترنري لو التيرشيري التيرشيري اطول تكون الديوريشن اوف اكشن مالته هذا اول شيء ما يمتصوره ما يروح للسي ان اس وبسرعه يطلع عن طريق الكيدنيز هذا لا حتى يطلع يحتاج الى ميتابوليزم بالليفر وبعدين يصير بي اكسكريشن وقسم منه يجوز يطلع من الكيدنيز الكولينرجيك افكت مالتها ممكن انه تسبب لنا يعني دائما الاسيتيل كولينستريز انزيم انهبيترز هو شي يسوي يسوي لنا فلاسيد باراليزز لو يسوي لنا فاسكيكيوليشن شنو يعني فاسكيكيوليشن؟ هذا ممكن يبقى أو يصير تقلص قوي؟ التقلص قوي يصير هذا الفاسكيكيوليشن فإذا تطي الأسيتيل كولينستريز إنزيم إنهبيتر إلى أي شخص يصير عنده مصل تويتشينج ويصير عنده فاسكيكيوليشن كسايد إفكت بينما إذا أريد أعالجها يعني أنطيها لأبو الشخص اللي عنده فاسكيكيوليشن أو أنطيها للشخص اللي عنده فلاسيت باراليزز لا اكيد هو نفسه من الفاسكيوليشنز لا بالعكس دكتور لا بالعكس اذا اريد اعطيها التريتمنت انطيها اعالج بها الفلاسيد باراليزز لكن هي كسايد افكت تسوي لنا فاسكيوليشن ليه انا شو دكتور فهمت هاي الفاسكيوليشن هو المصل تويتشنج نتيجه الاوفر اكتيفيتي مال المصل الفلاسيد باراليزز هو المصل ويكنس فالاسيتيل كولينستريز انزيم انهبيتر انطي اعالج المصل ويكنس لو اعالج الفاسكيوليشن أعالج المصل ويكنس لأن هو يسوي فاسكيكيوليشن لأن هو يسوي فاسكيكيوليشن ها فاسكيكيوليشن يعني هذه هي زيادة نتيجة زيادة القوة أو هيك شيء يعني أي زيادة القوة مال العضلة أكثر شيء هسه إحنا هذا الريفرسبل نستعملها للمايستينيا جرايفز عرفنا شنو المايستينيا جرايفز الكواترنري شوف بيش نستعملها نستعمل الدايجنوسيز أوف مايستينيا جرايفز أغراض الدايجنوسيز زين لكن أو الأسسمنت of كولينستريز إنزيم أكتيفيتي أو الكولينستريز إنزيم ثيرابي يعني لأما يسووها للأسسمنت of ثيرابي أو يستعملوا للدياغنوسيز التيرشيري اللي هو بيه longer duration of action نستعملها بيش management of myasthenia gravis زين يعني شنو الفرق بيناتهم؟ المانجمنت هو دي يسيطر يعني نادي يعالج بالتيرشيري. دي يعالج المانجمنت بس هناك فقط للدياغنوسيز
هذا ليش استعمله بس للدياجنوسيس ما اقدر استعمله للمانجمنت؟ لانه اصلا قلنا هذا كوارتيرنري يعني كوارتيرنري وشورت اكتنج يعني فيري شورت اكتنج فقط استعمله بالدياجنوسيس. هنا اما استعمله بالدياجنوسيس او اسوي اسسمنت للكوليستريز انزيم ثيرابي. ابو الكوليستريز انزيم ثيرابي هيكون عنده اذا زاد عنده الليفل مال الدراج يصير عنده حاله يسموها كولينيرجيك كريزز. الكولينيرجيك كريزز الكاركترستيك فيتشر مالتها شنو؟ فاسكيكيوليشن لو فلاسيد باراليزز. اذا واحد عنده كولينيرجيك كريزز تعرفون يعني شنو كولينيرجيك كريزز؟ لا دكتور. كولينيرجيك كريزز يعني زياده بالاسيتايكولين، زياده بالكولينيرجيك ستيميوليشن. اذا المصل صار به زياده بالكولينيرجيك ستيميوليشن بعد يصير فاستيكيوليشن، يصير فاستيكيوليشن. المايسيثينيك كريزز، المايسيثينيا كريزز انه الكاركترستيك فيتشر انه البيشنت عنده فلاسيد باراليزز. فحتى افرق بيناتهم شنطي ممكن كدايجنوسيس اقدر انطي الادروفونيوم اللي هو شورت اكتنج. فإذا البيشنت مثلا هو إذا البيشنت هو عنده مايسيثينيا كريزز وعطيته إدروفونيوم شو يصير بي؟ هو عنده مايسيثينيا كريزز يعني ما يقدر يحرك العضلة وجيت أنطيته إدروفونيوم شو صار؟ ممكن يعني راح يزيد بس تأثيره يصير تأثير الحركة للعضلة. زين إذا هو عنده كولينيرجيك كريزز الإدروفونيوم حيغير الحالة مالته؟ لا لأن هو شورت. لا إذا هو هو شلون ده يشتغل الإدروفونيوم؟ هو شيء يفيد يا حالة يفيد أبو الكولينيرجيك كريزز لو أبو المايسيثينيا كريزز. يفيد ابو المايسيثينيا دكتور. يفيد ابو المايسيثينيا. احنا نرجع نقول انه بالمايسيثينيا ايش صاير عند الشخص؟ صاير زياده بالتقويه الزياده؟ لا المايسيثينيا جريفز عنده فلاسيد باراليزز هو يعني يعني عنده حاله هي بها فلاسيد باراليزز. زين يعني ما يقدر يحرك العضله مالته. فبذاك الوقت يعني احاول انطي اسيتيل كولينستريز انهبيتر. بس مرات اذا اجي اعالج بالاسيتيل كولينستريز انهبيتر شنو المشكله؟ انه زياده الدوز مال الاسيتيل كولينستريز انزيم انهبيتر شو تسوي للمصل؟ دكتور ممكن نسوي فاسكيكيوليشن. اي فهما اثنيناتهم ابو الفاسكيكيوليشن وابو الفلاسيد باراليزز اثنيناتهم هما عندهم باراليزز ما يقدر يحرك العضله مالته. بس شلون افرق بيناتهم؟ بالدياجنوسيز ممكن؟ اي هو بالدياجنوسيز شلون افرق بيناتهم؟ انه انطي ادروفونيوم. دكتور انطي ادروفونيوم اذا فاده يعني شنو؟ عنده مايسيثينيا كريزز كان. اذا ما فاده معناها نوع ثاني. انه النوع الثاني للكولينيرجيك كريزز لانه اللي هو عنده مايسيثينيا كريزز وده ياخذ تريتمنت. انا ما اعرف هاي الحاله مال الشلل مالته هل هي انه الدواء مالته ما يشتغل او هو انه الدواء مالته ده يشتغل بس مسوي كولينيرجيك كريزز. شلون افرق بيناتهم؟ انطي ادروفونيوم. من انطي ادروفونيوم اذا استفاد من عنده يعني معناته انه هو كان عنده مايسيثينيا كريزز. اذا ما استفاد من عنده وتفاقمت الحاله صار يعني كان عنده كولينيرجيك كريزز. زين هنا بالدياجنوسيس ليش استعمل ادروفونيوم؟ ليش ما استعمل غير شيء؟ لان هو شورت اكتنج. شورت اكتنج لانه شورت اكتنج والاكشن مالته يكون حوالي 10 تو 20 مينتس very short acting. فلهذا اقدر استعمله بالدياجنوسيس. يعني ما معقوله انطي استعمل دياجنوسيس واجيب له دراج هو يكون لوج اكتنج ونتحمل سايد افكت مالته هوايه. فهو يعني بكل الاحوال الاكشن مالته ما يطول يعني 10 الى 20 منت. فلهذا يستخدم فقط للدياجنوسيس. هاي واضحه؟ دكتور بس اذا تقدر يعني بصوره سريعه احنا قلنا عندنا اثنين هاي من الكريزز اللي هي مايسيثينيا كريزز والكولينيرجيك. اي
الموستثينيا يعني عند الانتي بودي ده يهجم على نيكوتينيك ريسبتور وصاير عنده باراليزز. والكولينرجيك كريزز لا، يعني زياده بالاسيتايكولين وصاير عنده فاسكيكيوليشن. زين ابو المايسيثينيا بعد ما ماخذ تريتمنت اكيد عنده فلاسيد باراليزز، بس اذا هو مايسيثينيا وده ياخذ تريتمنت اتوقع يجوز عنده كولينرجيك ويجوز عنده مايسيثينيا كريزز، انه لو يجوز الدواء اشتغل لو يجوز ما مشتغل. اذا ما مشتغل يعني عنده مايسيثينيا كريزز، وإذا مشتغل الدواء عليه يعني عنده كولينرجيك كريزز. شلون أفرق بيناتهم؟ أنطي إيدروفونيوم. صاي واضحة؟ واضحة عند الكل؟ هو دكتور قلنا من أنطي إيدروفونيوم إذا عنده ماي إيسيثينيا كريزز عادي راح يشتغل. إذا ننطي إيدروفونيوم هو عنده مايسيثينيا كريزز المرة تتحسن الحالة مالته شوية، يبدي يقدر يحرك العضلة. زين لكن إذا هو عنده كولينرجيك كريزز الإيدروفونيوم ما حتتحسن الحالة، فيقدرون يشخصون هل هي السبب كولينرجيك كريزز أو مايسيثينيا كريزز. تمام دكتور. أوكي هسا نجي على الدواء الثاني، الأنواع الثانية التيرشيري. التيرشيري قلنا البريود أوف أكشن مالتها تكون longer duration of action. زين يكون longer duration of action يعني البريود مالتها تكون أطول. فهذه أقدر أستخدمها كmanagement of myasthenia gravis أو كantidote for neuromuscular junction blockers. يعني مثلا إذا كان عندي nicotinic receptor blocker هسه نجي على التشابتر اللي اخ ناخذ الكولينرجيك انتاغونيست. اكو انتاغونيست مرات نطيها على نيكوتينيك ريسبتر حتى نسوي ريلاكسيشن للمصص، مرات هذه يصير بيها اوفر دوز. الاوفر دوز شلون اعالجه؟ بال اسيتيل كولينستريز انزيم انهبيتر اللي هو الريفرسيبل وان، او انه استخدمها للمايسيثينيا جريفز يعني بالحالتين انه انا اريد ازيد الاسيتايكولين بالنيوروموسكولار جانكشن. هذه تنقسم الى قسمين، النوع الأول يسموه intermediate acting اللي الأكشن مالته يبقى 30 منت إلى ساعتين، والنوع الثاني اللي هي تكون intermediate to long acting اللي هو الأكشن مالته يبقى من 3 إلى 6 ساعات. الـ intermediate or long acting الإكزامبل عليه هو البيريدوستيجمين، لكن الـ intermediate acting اللي هي بين النص ساعة إلى الساعتين عندنا نوعين، هو النيوستيجمين والفايسوستيجمين. النيوستيجمين هو synthetic ويكون quaternary، والفايسوستيجمين يكون تيرشيري. زين هسه هنا عندنا النوع الثاني اللي هو يكون طبعا الديوريشن اوف اكشن مالته تكون لونجر، فهذا اقدر اني اذا كانت لونجر اقدر استعلمه بالمانجمنت اوف مايسيثينيا جريفز، او انطي انتيدوت اذا اني صاير عندي بلوكينج بالنيكوتينيك ريسبتر انطي هذا كانتيدوت. فهسه شوفوا هنا ايش قلنا، قلنا الانترميديت تو لونج اكتنج انطي يا حاله كرونيك مايسيثينيا جريفز. ليش قلت هنا كرونيك؟ يعني مزمنة واصلة كلش حرف، هذا يكون تأثيره كلش يعني طويل. لا ليش هذا استعمله بالكرونيك؟ ليش ما استعمل دولة بالكرونيك أفضلهم؟ ليش أفضل هذا البايريدوستيجمين أفضله بالكرونيك؟ تأثيره أطول يعني دكتور؟ تأثيره أطول ينشوف 3 إلى 6 ساعات، هذا تأثيره أقصر فأفضله بالمانجمنت أوف مايسيثينيا جريفز. وعندي نوعين هي الفايسوستيجمين والنيوستيجمين. الفايسوستيجمين تيرشيري وناتشورال دراج، والنيوستيجمين سينثيتيك وترنري. يعني شنو الفرق بيناتهم؟ هذاك التيرشيري قلنا راح يقدر يعبر البلاد برين بارير، وممكن انه بي اورال ابزوربشن. النيوستيجمين لا لا اي في انجكشن، او وطبعا الاكسكريشن مالته يكون عن طريق الكدني، وهذا الاكسكريشن مالته يكون عن طريق الليفر. هذا دكتور والديوريشن مالته دوريشن اوف اكشن راح يختلف بين السينثيتك والناتشرال؟ لا هو تقريبا حاسبي نفس الديوريشن، يعني ذاك هذا سلايتلي لونجر، بس هو 30 منت الى ساعتين اثنيناتهم. هذا البايريدوستيجمين حطوه ضمن الانترميديت تو لونج اكتنج اكشن مالته بين 3 إلى 6 ساعات.
اوكي يعني مو هو الديوريشن طبعا تدخل بها غير عوامل يعني مو صح الكواترنري نتوقعها الديوريشن مالته اقل بس هم يعني الريت اوف ميتابوليزم التيرشري شلون دا يصير التأيون مالته يعني اكو هواي عوامل تدخل البايندينج تو بلازما بروتين وغيرها كلها هواي عوامل تدخل بس هو هذا التقسيم مالتهم فلهذا الباريدوستيجمين مثلا افضل بالكرونيك مايسيتينيا جريفز والفايسوستيجمين افضل بال يعني مور اكيوت كيسز. الشغله الثانيه يسموها هذه الدراكس تكون انتي كيوراري. الكيوراري هو كان اول شيء ماده يطلعوها من نبات يستخدموها بالحروب يستخدموها بالصيد انه يحطوها بالراس مال السهم. فالكيوراري هو يشتغل نيكوتين ريسبتر بلوكر يشتغل على النيورو ماسكولار جنكشن. فاول ما يجون ينطول للفريسه فراسا يصير عندها عندهم او يصير باراليزز لانه هو نيكوتين ريسبتر بلوكر. فلما نريد اعالج الباراليزز بهذا بيش اعالجه بشورت اكتنج او بلونج اكتنج؟ شورت اكتنج انت شورت اكتنج بي فاستر اونست اوف اكشن. فهو كانوا شو يستعملون بهاي الحاله يستعملون الفايسوستيجمين. الفايسوستيجمين هو هم من الناتشورال برودكت تو اخذتوها بالعقاقير مو الفايسوستيجمين؟ اي دكتور اخذناه. نعم الفايسوستيجمين هو هذا هم من افد ناتشورال برودكت. فهذا شيء يسوي ريفرسال يعكس التاثير مال التيوبا كيورارين. او مثلا ممكن نعطي نيوستيجمين فراسا يصير عند ريفرسال اوف اكشن. فهذا الفرق. كان قبل هو الماده اسمها تيوبا كيورارين اللي هي الماده ناتشورال برودكت طلعت من عندها ايضا انذر برودكت كانوا يستخدموها مثلا بالسيرجريز حتى يسوون مثلا سكليتال مصر ريلاكسيشن. لكن اذا استخدم الكيوراري فبذاك الوقت الانتيدوت المفضل هو الاسيتيل كولينرجيك انزيم انهبيتر واللي يكون شورت اكتنج. زين فسهل نعرف انه الريفرسبل ريفرسبل الريفرسبل كولينرجيك انزيم انهبيترز صارت عندنا بها تو انديكيشنز وحده منها المانجمنت اوف مايسيثينيا جريفز واللخ اللي تكون كانتيدوت. هذا اذا كانت هي لونج اكتنج كانتيدوت للنيوروموسكولار بلوكر. من المفضل يكون الانتيدوت اللونج اكتنج لو شورت اكتنج؟ الشورت اكتنج دكتور. شورت اكتنج يعني منو يكون افضل انتيدوت فايسوستيجمين لو بايريدوستيجمين؟ الفايسوستيجمين. الفايسوستيجمين اذا كان انا عندي اكيوت مايسيثينيا جريفز منو افضل الفايسوستيجمين لو بايريدوستيجمين؟ الفايسوستيجمين. إذا كان عندي كرونيك مايسيثينيا جريفز الباريدوستيجمين. هذا بالنسبة ليش يعني احنا نفضل الشورت بالانتيدوت؟ انتي مو هو متسمم يعني اريد فتشي فاست اونست انفكشن يعني راح تظل يقول شورت يعني معناته هو يعني راح يسوي بسرعة لو انه هو اصلا تأثيره يبقى قليل. مو هو كل ما يكون الدراج بي شورت اونست يعني شورتر ديوريشن اوف اكشن الاونست مالته يكون اسرع. فبالتالي بالتوكسيسيتي يعني انا بس اريد اخلص من المواد السميه خب اريد اخلي هالمره الانتيدوت باقي عنده بالجسم فانا افضل الانتيدوت شنو يكون فاست اونست وبشورت ديوريشن اوف اكشن حتى ياخذ الدراج ويخلصنا. فلهذا بحال يعني الانتيدوت هو شنو هو يعتمد حسب التوكسيسيتي يعني اذا هو اكيوت توكسيسيتي افضل انتي فايسوستيجمين. يجوز هو عنده كرونيك توكسيسيتي يعني ما اخذ الدراج متسمم بالدراج فتره طويله لا بحاجه الكرونيك افضل بايريدوستيجمين. فدائما يعني هو الحاله تعتمد على الـ يعني التشويس مال الدراج يعتمد حسب البيريود اللي انا اريد اعالج بيها. تمام دكتور. زين فهاي بالنسبه للادروفونيا مش يختلف عن البقيه انه انطي بالتريتمنت لو ما انطي لأنه هو كون شورت أكتينج. يعني للدياغنوسيس دكتور. أكثر شيء للدياغنوسيس أو يسوينا أسسمنت للأسيتيل كولينرجيك إنزيم ثيرابي حتى يفرق لي بين الكولينرجيك والمايسيثينيك كريزز. وأيضا ممكن استخدمه للريفرسال أوف أكشن في نيوروماسكولار بلوكر. يعني ممكن استخدمه حتى أسوي في الريفرسيشن للأكشن مالته إذا كان عندي very acute toxicity هذه.
زين فبالنسبه لل التريتمنت مال الجلوكوما احنا قلنا بالايز مو يعني تعرف انت هذا مثلا هيدروفونيوم اقدر انطي اوفثالميك بريبريشن هيدروفونيوم شورت اكتنج يعني ينطول فضلوا بالاوفثالميك دكتور شنو اوفثالميك مال عين يعني مال عين لا دكتور يعني زيش لا دكتور لين مدة ما تكبس قليلة زين ليش خوف كان بالدياغنوس الزين دائما الكوترنري ما العين ممكن يفيد ايه يعني لا الكوترنري ما يفضل بالعين لانه الابزوربشن ما يكون قليل لانه يعني يريد يعبر ليبيد باريرز فلهذا ما مفضل انه يستخدمون ادروفونيوم لهذا بحالات العين يعني مثلاً الأسيتيل كولينستريز إنزيم إنهيبيتر يفضلون الإيكوثايوفيت بس هذا اللي يستخدمه بحالات الأكيوت جلوكوما لأن يعني تعرف الجلوكوما ممكن تسبب تلف بالعين فإذا كان عنده مثلاً كيس إمرجنسي كيس وعنده أكيوت جلوكوما ممكن يستخدم إيكوثايوفيت لأنه هذا إيرفيرسيبل إنهيبيترز زين هسه نجي للكتاب فسل الاسيتيل كولينستريز انزيم انهيبيتر سبيسيفيكلي كليفز اسيتايكولين تو اسيتيت اند كولين اند ذس تيرمينيت اتس اكشن طبعا هذا الاكشن مبين مالته دكتور سيها مالت الكولينيرجيك كريزز والمؤسثينية يعني شفت أحاول أكتب وياك من لحظات بس ما موجودة شو ما لقيت يعني وهسا حنيجي هسا حعيدها من جديد أوكي هريتي وفا فهسا عندنا بالنسبة للأسيتيل كولينستريز إنزيم هذا الأسيتيل كولينستريز إنزيم is found in two parts either it is found presynaptically or postsynaptically وهذا وظيفته أنه يسوينا termination for the acetyl choline هذا شوف الاسيتيل كولينستريز هنا طلع عندي الاسيتيل كولين اجى الاسيتيل كولينستريز انزيم كسر لي الاسيتيل كولين الى اسيتيت وكولين زين فصار عندي شنو تيرمينيشن اوف اكشن للاسيتيل كولين هذا طبعا الاسيتيل كولينستريز انزيم شافوه موجود either near the presynaptic membrane or near the postsynaptic membrane ووظيفته انه يسوي لنا termination of action of acetyl choline من اجي انطي هذا الانهبيتر هذا الانهبيتر من اجي انطي الاسيتيل كولينستريز انهبيتر حاني حزيد الاسيتيل كولين الانهبيتر الانهبيترز مرات يسموها انتي كولينستريز ايجنتس او الكولينستريز انهبيترز وطبعا الميكانيزم مالته يعتبروها كاندايركت ميكانيزم من خلال انه يقلل الديجريديشن اوف اسيتايكولين الشغله الثانيه انه ذي بروفوك بوث ماسكارانيك اند نيكوتينيك افكت لانه هي تزيد الاسيتايكولين بغض النظر اذا كان بالماسكارانيك جانكشن او يعني بالماسكارانيك على الماسكارانيك ريسبتر او بالنيوروماسكولار جانكشن نجي على اول واحد هو الايدروفونيوم قلنا الايدروفونيوم هو ات از ا بروتوتايب شورت اكتنج اسيتيل كولينستريز انزيم انهبيتر هذول كليتهم هم بطبيعتهم انه يجون يتحدون ريفرسبلي زين وهذا يعتبر شورت اكتنج لما يكون شورت اكتنج اول شيء هو بطبيعته شنو تيرشري لو كواترنري
كوتيرنريتشان؟ كوتيرنريتشان إيه. بما أنه كوتيرنري يعني بيطلع عن طريق الليفر ده يطلع عن طريق الكدني. هو كوتيرنري شلون يطلع من الليفر من شلون الإكسكريشن مالته يصير؟ هو ما يطلع لك عن طريق الكدني دكتور الام بي شحنه شون يعني هو من اللي يطلع عن طريق الكدني دي بي شحنه بالعكس هو يطلع عن طريق الكدني ما يطلع عن طريق الكدني هو بيشحنه يعني ما يصير بي ميتابوليزم بالليفر يعني ياهو الاسرع اللي يطلع بيشحنه لو اللي ما بيشحنه اللي بيشحنه يطلع اسرع ما يصير بي الخروج ما تيسر اسرع لانه اصلا ان شاء الله الثاني انه هو بي شورت ديوريشن اوف اكشن الاكشن مالته بين 10 الى 20 مينيت اذا هو اذا بي شورت ديوريشن اوف اكشن اقدر استعمله بالمانجمنت لا قلنا ممكن بالدايجنوسيس فقط بالدايجنوسيس هاي مهمه الكلمه يعني خاف تجيكم الام سي كيو ادروفونيوم از يوز ان ذا دايجنوسيس اوف ماستينيا جريفز او استخدمه حتى اسوي اسسمنت للثيرابي حتى افرق بين الكولينرجيك و الماستينيا كريزز. هسه نجي هنا قايل منطقي تعريف عن الاوتو الماستينيا من هنا يبدي الماستينيا جريفز يعرف الماستينيا جريفز هو اوتو اميون ديزيز يصير عندي اوتو انتي بودي اجينست نيكوتينيك ريسبتور ات ذا نيورو ماسكولار جانكشن هاي انتم مفتهميها فيصير عندي ديجريديشن بالنيكوتينيك ريسبتور فش حيصير عندي حيصير عندي fewer receptors available for to bind with acetylcholine فإذا أنطي إدروفونيوم حيصير عندي rapid increase in the muscle strength in patient with myasthenia gravis زين فال إذا زادت عندي نسبة الإدروفونيوم أو زاد عندي الأسيتيلكولينستريز إنزيم زاد عن الحد شي كون شي يصير عندي هذا قلنا الدكتور هذا قلنا فاسكيوليشن او يصير عندي كولينرجيك كريزز يسموها كولينرجيك كريزز زين الهيدروفونيوم ميزته انه هو شورت اكتنج فاقدر استعمله بالدايجنوسيس لو استعمله حتى يفرق لي بين المايستينيا كريزز وال كولينرجيك كريزز او استعمله حتى دايجنوسيس للمايستينيا كريزز الميزه مالته بالدايجنوسيس يعني هو شخص مثلا عنده باراليزز اريد اعرف هو عنده مايستينيا كريزز لو لا شو اسوي اعطي هيدروفونيوم ابره اذا شويه تحسن قام يمشي شويه عليها يعني معناته انه هو عنده مايستينيا كريزز زين الشغلة الثانية إنه يجيني مثلاً شخص عنده مايستينيا جريفز وده يأخذ تريتمنت وصاير عنده باراليزز هل شرط إنه الباراليزز هو نتيجة المايستينيا جريفز بهاي الحالة؟ لا قلنا دكتور لا يجوز مثلاً من المايستينيا جريفز أو يجوز صاير عنده أوفر دوز زين فلما اجي انطي ادروفونيوم اذا هو عنده اوفر دوز ايش حيصير بي اذا هو عنده كولينرجيك كريزز واعطيته ادروفونيوم حتتحسن حالته لو ما تتحسن ما تتحسن دكتور هذا هم يزيد الادروفونيوم لكن اذا هو عنده كولينرجيك كريزز اذا عنده مايستينيا كريزز حتتحسن المفروض زين هنا أنا إذا طلع عنده كولينرجيك كريزز بيش أعالجه إجاني شخص وشفنا عنده باراليزز أنطيته إدروفونيوم واستنتجت عنده كولينرجيك كريزز شو أسوي له بهاي الحالة يعني عنده زياده بالاسيتايكولين شو اسوي شلون اقلل ممكن هذا الانهب هذا اللي يسوي لنا تكسير يعني لا تنطي انتاغونست للاسيتايكولين بهاي الحاله تنطي اتروبين مثلا كانتيدوت زين لكن اذا هو فتنطي مثلا اتروبين اذا هو عنده مايستينيا جريفز لا بذاك الوقت انه انطي احوله للتريتمنت مال الاسيتيل كولينستريز انزيم انهبيتر
هل الإيدروفونيوم يعتبر تريتمنت؟ لا قلنا دياغنوسيس. ممكن أنه أستخدم أيضا ريفرسال أوف ذا نيوروموسكولار بلوكرز، يعني مثلا مرات أكو أشخاص يجوز هو ماخذ نيوروموسكولار بلوكر بعد العملية، أو اللي يسموها الكيوراري دراكس اللي هو عبارة عن نيوروموسكولار بلوكرز، فهذه ممكن أنه أنطيها للتريتمنت مالتها. بالنسبة للفايسوستيجمين، الفايسوستيجمين هو نيتروجينوس كاربوميك أسيد فاوند ناتشورالي إن بلانت أز تيرشيري أمين. هسه قلنا تيرشيري أمين يعني شنو؟ يعني ما بيشحنه، ما بي يعني بي يعني هو مو ما بيشحنه بس يعني يكون متعين أيونايزد نون أيونايزد، يعني ممكن يصير بامتصاص أورالي، ممكن يعبر البلود برين بارير، الهاف لايف مالته تكون نوعا ما أطول، تكون it is more stable carbamylated intermediate with the with the enzyme ودائما يسوي له reversible inhibition for the enzyme. الأكزامبل عليها اللي هي قلنا هو هذا الفايسوستيجمين بوايد رينج اوف افكتس، قد تكون ماسكارانيك افكتس او ممكن ياثرنا على النيكوتينيك ريسبتورز. زين الفايسوستيجمين قلنا هو يزيد لنا الاسيتايكولين، لما يزيد عندي الاسيتايكولين او يزيد عندي السمباثيتك اكشن شو يصير بالجسم؟ شنو الساينز اند سيمتومز اللي تصير؟ يعني مثلا بالجي اي تي شو يصير؟ يزيد موتيليتي، يزيد الموتيليتي مال الجي اي تي، يزيد عندي السليفيشن، بالنسبة يزيد عندي اليورينيشن. زين طبعا معناته انه هاي مالت هو هسه هنا احنا عندنا استالكولين هو كولينيرجيك، يعني كولينيرجيك كانه بده يكون هو مثل الباراسمباثيتك لان بده تصير نفس الاعراض دي. هو كولينيرجيك اي صار عندي كولينيرجيك افكت، فالكولينيرجيك يعني يكون نفس التاثيرات اللي تصير عندي نفس التاثيرات مالت الباراسمباثيتك، نفس اي نفس الباراسمباثيتك اكشن، يعني هو نفس الباراسمباثيتك يعني اي نفسه. هو هنا شيء يسوي كونتراكشن اوف فيسيرال ماسلز، بالنسبه للجي اي تي بالآي شي يسوي؟ يسوي ميوسز. زين هنا شي يسوي بالبلاد بريشر دكتور؟ يعني هسه هي الكولينيرجيك تبعنا نفس نظام الباراسمباثيتك، احنا ممكن نقول اكو باراسمباثيتك وسمباثيتك اي، فهاي هنا السايد افكت هو حاطها بهذا فيجر 4-9 هو الاكشنز مال الفايسوستيجمين، انه يزيد الكونتراكشن مال الفيسيرال ماسل، يزيد الاي ميوسيس مثل الباراسمباثيتك افكت، هو ده يزيد الاسيتايكولين ويسوي لنا هايبوتنشن ويسوي لنا براديكارديا. ليش يسوي هايبوتنشن؟ دكتور لانه قلنا الاسيتايكولين بالاوعية الدموية يسوي فازو دايليشن، يسوي فازو دايليشن، يعني هو ده يزيد الاسيتايكولين بالاوعية الدموية، فبالتالي يصير عندي فازو دايليشن نتيجة زيادة الـ NO. هو يفرز لنا النيتريك اوكسايد اي زي هو اللي راح يشتغل براديكارديا، يسوي لنا براديكارديا. ايش يسوي براديكارديا؟ عدم انتظام، هي مو صحيح دكتور او تباطؤ؟ هي اكيد يعني تباطؤ. لانه قللنا الهارت ريت، قلل الهارت ريت يعني يا 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 ريسبتر عندي على الهارت البار ريسبتر يا هي اللي تحسس لنا بالبار، يا نوع من الريسبترات اللي موجودة على الهارت تابعة الـ M2 قلنا؟ ما M2. زين أيضا مو بس الماسكارانيك استيميوليشن، أيضا الفايسوستيجمين بنيكوتينيك استيميوليشن. نيكوتينيك استيميوليشن هاي بس حطوا جواها خط، سكاديتال مصل تويتشينج فاسك كيوليشن عند مصل باراليزز. زين سوينا فاست كيكيوليشن تعرفون مصل تويتشينج سكليتال مصل باراليزز، لان هذا كله تدي يزيد لي الاكتيفيتي بالمسلز. منو يطلع اول؟ حرفيه مالتي فاست كيكيوليشن شنو؟ كترجمه حرفيه يعني تويتشينج يصير عندنا تويتشينج بالمسل، فاست كيكيوليشن يعني ظل يعني زياده بالتقلص مال العضله. اوكي زين سكليتال مصل باراليزز يبا كلها باراليزز، المايستينيا باراليزز وهنا باراليزز، بس هنا كفاس كالكوليشن هنا سكليتال مصل باراليزز يعني وذ فاس كالكوليشن. بالمايستينيا جريفز لا يصير عنده فلاسيد باراليزز،
يعني ما يقدر يحرك العضلة. هنا أنا لا، عنده يعني زيادة بالحركة مال العضلة، همين باراليزز يسوي. نشوف الـ duration of action مالت تكون intermediate بين 30 إلى 2 hours. زين، الشغلة الثانية منو يطلع أول؟ الـ nicotinic stimulation أو الـ muscarinic stimulation؟ يا تأثير يطلع أول؟ يقول لك المسكرانيك ستيميوليشن هو يطلع أول، بعدين النيكوتينيك ستيميوليشن appears at higher doses. أوكي، الفايسوستيجمين can be used in the treatment of overdose of drugs with anticholinergic action such as atropine or neuromuscular blocker. زين، فهسه شوف ان الاتروبين والفايسوستيجمين واحد يعتبر كانتيدوت للثاني، يعني انه اذا زاد عندي الفايسوستيجمين انه انطي اتروبين ممكن حتى اقلص حتى تخلص من المسكرانيك افكت مالته. واذا كان عندي اوفردوز بالاتروبين الانتيدوت مالته هو الفايسوستيجمين، واحد عكس الاخر. اذا صار عندي بس شغله بقت هاي قبل الثيرابيوتيك يوزز قبل هالفوق قلت عليها نيكوتينيك ستيميوليشن كان كوزز هاي قصد غير الاوفردوز مالتي نيكوتينيك اي مو هو ايش دا يقول اول شيء بالمسكرانيك ستيميوليشن يصير يسوي لنا بالدوزز الاعلى يصير عندي يلا نيكوتينيك ستيميوليشن يعني اول شيء يسوي لنا المسكرانيك وبعدين من تزيد الدوز يلا يبدي ها ليك هو يشتغل من المسكرانيك والنيكوتينيك اوكي هاي. الأكثر شيء الفايسوستيجمين يستخدموه treatment of overdose overdose of the drugs with anticholinergic action اللي هي مثلاً الأتروبين أو النيورومسكولار بلوكرز. الدوزز العالية مالته ممكن يسوينا convulsion وممكن يسوينا fall in the blood pressure ولكن الدوزز الأعلى ممكن يسوينا muscle paralysis. فالهاي دوزز مالته ممكن يسوينا convulsion يعني اختلاجات عصبية أو bradycardia and fall in the blood pressure وهو تعرفون ليش زين. وبعدين يسوينا continuous depolarization وهذا حيؤدي إلى paralysis of muscles. paralysis of muscles ممكن أنه قلنا أما تحدث نتيجة زيادة بالمصل twitching أو نتيجة قلة المصل اكتيفيتي. النيوستيجمين شنو فرقه عن الفايسوستيجمين؟ انه هو يكون سينثيتك دكتور ذاك يكون ناتشرال ذاك ناتشرال رباعي كواترنري امون. اذا كان كواترنري يعني شنو؟ ما راح يعبر الابزوربشن الاورال ابزوربشن ما تكون بور وما يعبر الى شورت اكتنج. هو الاكشن مالته تقريبا مشابه البريود مالته مشابه للفايسوستيجمين يعني سواء المفروض يكون شورت اكتنج. اوكي دكتور فايسوستيجمين كان ثلاثي فايسوستيجمين ثلاثي هذا نيوستيجمين رباعي فدائما يكون مشحون دائما بشحنه. طبعا ايضا ممكن استخدمه كانتيدوت كومبيتيتيف انتيدوت فور نيورومسكولار بلوكينج ايجنتس وايضا ممكن استخدمه للستيميوليشن اوف بلادر اند جي اي تي تراكت اذا كان مثلا عندي بلادر اتوني او جي اي تي اتوني فممكن استخدمه للستيميوليشن. يستخدم ككومبيتيتيف انتيدوت للكومبيتيتيف نيورومسكولار بلوكينج ايجنت مثل الفايسوستيجمين واستخدمه ايضا للمانجمنت اوف مايسيثينيا جريفز. هسه منو احسن استخدمه للمايسيثينيا جريفز النيوستيجمين ولا الفايسوستيجمين؟ النيو دكتور النيو ليش ال نفس الشغل الاكتينج زين ليش دا افضل النيوستيجمين على الفايسوستيجمين؟
هو كاتب انه تاثيره يكون اقوى. اي ليش افضل يعني خذ ليش من الفايسوستيجمين؟ المصل طبيعتها تحتاج لايبوفيليك دراكس تجي لها والهيدروفيليك دراكس تمشي شغل. هيدروفيليك الهيدروفيليك دراكس يعني بي جود سيركوليشن. فاذا اذا اريد مثلا انطي عند مايسيثينيا جريفز الاحسن انطي فايسوستيجمين اللي يجوز يعبر البلاد برين بارير ويسوي لي سايد افكت، لو استعمل النيوستيجمين احسن. النيوستيجمين ما راح يحتاج يعبر، ما يحتاج يعبر. فلهذا نشوف مثلا الفايسوستيجمين يركزون به ويشتغل، ممكن يشتغل على المايسيثينيا جريفز، بس هو يكون مفضل انه استخدمه كانتيدوت فور ذا نيوروموسكولار بلوكينج ايجنت او كانتيدوت للاتروبين. هذا الفايسوستيجمين. النيوستيجمين قال هو كومبيتيتيف انتيدوت فور ذا نيوروموسكولار بلوكينج ايجنت، زين، واستعمله بالمانجمنت اوف مايسيثينيا جريفز. زين، منو اللي احسن يكون انتيدوت للاتروبين، النيوستيجمين ولا الفايسوستيجمين؟ الفايسوستيجمين دكتور، الفايسوستيجمين. فلهذا تشوف هنا ما قايل انتيدوت للاتروبين بالنيوستيجمين، هنا انا حاط انتيدوت للاتروبين. ليش هنا ذكر الأتروبين؟ ليش ما قال هنا الأتروبين؟ هو قلنا ذاك يعبر البلاد برين بارير، هو إذا صاير أصلاً تسمم بالأتروبين يعني نحتاج إنه ممكن يعبر CNS، والأتروبين أيضاً يعبر ديب للتشيوز أكثر، فنحتاج إلى دراج ذات أنتيدوت ذات جوز إنتو ذا سيم سايتس أوف أكشن، فيستخدمون فايسوستيجمين. النيوستيجمين عبوره قليل، فلهذا يكون مفضل بحالات المايسيثينيا جريفز أو أنه ينطوه ككمبيتيتيف نيوروموسكولار بلوكينج ايجنتس، يعني أكثر شيء المشاكل اللي موجودة بالعضلات الهيكلية أو بالسكليت المصل أفضل أنه ينطي النيوستيجمين على الفايسوستيجمين. لكن إذا عندي أتروبين توكسيسيتي لا، الفايسوستيجمين يكون أفضل. سأل الفروقات واضحة؟ إيه دكتور؟ طبعا ممكن انه الادفيرس افكت مال النيوستيجمين انه يسوينا جنرالايز كولينرجيك ستيميوليشن، يسوينا ساليفيشن، فلاشينج، ديكريز بلاد بريشر، نوزيا، دياريا. من يكون اقوى بهذين، الفايسول او النيوستيجمين؟ الفايسوستيجمين دكتور، لانه قلنا الشغلة الثانية أكو ميزة بالنيوستيجمين أنه ما يعبر البلود برين بارير، فما ينطينا CNS side effect. يقول لك and is not used to overcome toxicity of central acting anti-muscarinic drugs such as atropine. يعني هسا من يقول لك مثلا كantidote for atropine ونحط فايسوستيجمين ونحط النيوستيجمين. النيوستيجمين ما تختاره، ما ممكن أنه استخدمه بالعلاج مال الاتروبين توكسيسيتي. ليش؟ لأنه هو طبيعته قول لي دكتور الابصار مالتي اصلا رباعي. زين، اذا كان عندي البيشنت يعاني من انتستينال اور يورينري بلادر اوبستراكشن، فايضا يعني اي كولينرجيك دراج ما اقدر انطي. واحنا قلنا البارحه الكولينرجيك دراجز بحاله اليورينري انطيها بيا حاله، انطيها بحالات الـ يعني باليورينري بلادر. هل ممكن انطيها بالاوبستراكتيف انيوريا؟ لا دكتور، قلنا راح تزيد اليورينيشن، هو اصلا اكو اوبستراكشن، اصلا اوبستراكشن، بس انطي بالنون اوبستراكتيف. فكذلك اي اوبستراكشن انا عندي باليورينري بلادر بالجي اي تي ما اقدر انطيها، ما اقدر انطي كولينرجيك دراكس. زين، لكن إذا شخص عنده نون أوبستراكتيف بذاك الوقت، فلهذا الكولينرجيك دراكس بصورة عامة حتى النيوستيجمين أو الفايسوستيجمين لما أريد أنطيها بالبلادر، مثلا واحد عنده بناين بروستات هايبرتروفي وصاير عنده كلوجر بالسفنكتر مال البلادر، أفضل أنه أنطيني ذني الكولينرجيك دراكس؟ لا، ما ننطي، ما ننطيه، هي ننطيها شو وقت لما يكون عنده بلادر أتوني، يعني بلادر أتوني إنه البلادر فقدت التونيسيتي، فأنطي كولينرجيك دراج. الباريدوستيجمين هو another cholinesterase enzyme inhibitor.
هنا أنا باع الكلمة شنو بالبايريدو؟ كرونيك مانجمنت. قرينا هنا أكو كرونيك؟ لا. قرينا بالبايريدوستيجمين بالفايسوستيجمين كرونيك ماكو. وين شفنا كلمة كرونيك؟ بالبايريدوستيجمين. ليش كرونيك حطها هنا أنا؟ لأن هو مالته قلنا هو البايريدوستيجمين قلنا يكون لونج. بقينا احنا يكون longer duration of action 3-6 هو يعتبره intermediate to long acting يقسمه يعني فذيك intermediate يعني هسا احنا صار عندنا short اللي هو منه short acting لا الفايزوستيجمين short acting منه short acting هيدروفونيوم intermediate منه البايزوستيجمين والنيوستيجمين واللونج اللونج اللي هو البايريدوستيجمين زين الفرق بين النيوستيجمين والفايسوستيجمين انه النيوستيجمين منو افضله بالمايسيثينيا جريفز النيول او الفايسو البايزوستيجمين اذا انا عندي توكسيسيتي وذ نيورو ماسكولار بلوكينج ايجنت البايزوستيجمين امين لا المايسيثينيا جريفز قلنا النيوستيجمين افضله لكن اذا انا عندي توكسيسيتي وذ نيورو ماسكولار بلوكينج ايجنت ها اي صح نستخدم الفايسوستيجمين الفايسوستيجمين افضله واذا انا عندي توكسيسيتي ويا الاتروبين هم الفايسوستيجمين زين هسه هاي هذين خلصنا النوع الاخر اللي هم ينطوه بالالزايمر ديزيز طبعا هذا اللي ينطوه بالالزايمر ديزيز ممكن تكون كواترنري لا ما يصير ما حتوصل هذه اكيد يعني تيرشري واكيد الايونايزيشن مالتها لازم يكون قليل حتى تعبر الى الدماغ يطوى هذه اكثر شيء بالكوجنيتيف فانكشن خلي بالك انت دائما الابينفرين والنوربينفرين شنو تاثيرها بالبرين دكتور الابينفرين والنوربينفرين دائما يستخدموها انه يزيدن الهارت ريت و هي الهارت ريت بس بالبرين بالكوجنيشن يعني هسه بدنا نحكي على الكوجنيشن عن السيريبروم على التفكير اذا واحد زاد عنده الابينفرين والنوربينفرين شو يسوون اكيد راح يسوي له تنشيط مو يسوي تنشيط يساعد على الستريس الفير يعني اي بالضبط يعني يزيد الاشياء الانكزايتي الكونفيوجن يعني يخربط الشغل مال الدماغ ومثيناتهم يحفزون الدماغ طبعا يعني مثيناتهم محفزات بس انت تعرف انه دائما الابينفرين والنوربينفرين يعني شوف كلها فايت اند فلايت ريسبونس زين لكن الاسيتايكولين دائما بي ريست اند دايجست ريسبونس فحتى شوفه بالبرين دائما شوفه شيء يصير حتى المخابيل اهل السايكوزيز عنده يعلق عنده الدوبامين والابينفرين والنوربينفرين كلها تعلق عنده بالبراين فتشوف عنده تصير عنده الاجريسيفنس والسايكوزيز شوفه يعيط ويصيح ويصير اجريسيف يعني ممكن طول السايكولين بالعكس حتى يقل من هالشيء لا الاسيتايلكولين هو مو ما يشتغل ضد العصبي هو شينطو مثلا ينطو انتي دوبامين مثلا مخبل شينطو أبو سايكوزيز ينطو أنتي دوبامين هو عنده زيادة بالدوبامين ينطو أنتي دوبامين الأسيتايكولين شغلة ما له علاقة بالسترس والهاي أكثر شيء شغلة بالميموري وبالكوغنيشن يعني الذاكرة أو الكوغنيشن أو المهارات فالنيورو ترانسميتر اللي يشتغل على هذه المكانات هو الأسيتايكولين فالأسيتايكولين مرات إحنا شو نسوي أبو الألزايمر ديزيز يقول لك شي يسوون ينطون أسيتايكولين إلى حتى شوية ينشط أو أدوية تزيد الأسيتايكولين حتى شوية تنشط مراكز الذاكرة والمماري لأن المماري سايد دائماً الأسيتايكولين هو ينشطها بالعكس الإبينفرين والنوربينفرين يسوي كونفيوجن عند الشخص بعد حتى هو دكتور إحنا حتى ما فقية يا غمرة الألزهايمر هو يصير نتيجة نقص الأسيتايكولين هو نتيجة نقص الأسيتايكولين هسه شوفون مثلاً بالسبليمنت دائما يحطون كولين اذا شايفين بالسنترام والهاي جوه تلقي كولين ضايفين هذا الكولين اضافته يضيفوه حتى شويه ينشطون يزيدون السنثيسيس مال الكولين بالبرين حتى شويه ينشط الذاكره مالته ينشط المهارات الاكزامبل عليها مثلا التاكرين هو الفيرست ايجنت
that is used in Alzheimer. بينما نتيجة الهيباتوتوكسيسيتي صار بي ريبليسمنت فقاموا ينطوني الفالنتامين أو الريفستامين أو الدونيبيزيل. بس أنت تعرف إنه الزايمر ممكن يسيطرون عليه؟ ما ممكن، يعني بس شوية هذا الدراج تسوي شنو slow down the progression. زين يقول لك الجي اي تي سايد افكت هو البرايمري ادفيرس افكت، ودائما هو ويا الاسيتيل كولينستريز انزيم انهبيتر الجي اي تي سايد افكت هو المين ادفيرس افكت. ليش؟ شلون دكتور بس عيد العفو؟ دائما اكثر شيء بالاسيتيل كولينستريز انزيم انهبيترز المين سايد افكت هو الجي اي تي افكت. ليش دكتور احنا قلنا هو باراسمباثيتك فهو راح يزيد المورتاليتي يعني هو بريدومينانس للباراسمباثيتك سيستم بالجي اي تي، فهذا تشوف انه اكثر يعني الموست بروميننت. بس شو معناتها دكتور هاي كلمه ديستريس؟ وين هاي جي اي ديستريس؟ GI distress يعني GI gastrointestinal إيه أوكي بس هاي distress يعني تخربط الشغل مال GI تي. أوكي ودكتور أكو هي هاي يعني فوق أكو هاي كلمة يقول the first لا قبلها يقول ها مالت possible remains for the loss of the cognitive function. شنو هاي cognitive function؟ التفكير ها الذاكرة التفكير memory cognition تعليم الكوجنيشن يعني تعليم. زين طبعا هنا الفرق بين الريفرسبل والإيريفرسبل انه الإيريفرسبل دائما بايند كوفالنتلي، هاي حطوا قدامها خط هاي الكلمه كوفالنتلي. زين هذاك نون كوفالنت بايندينج، شنو الفرق بين الكوفالنت والنون كوفالنت؟ كوفالنت حتكون اقوى تساهمية، هذيك عصرة جزيئية يعني بين جزيئية انتر مولكيولر، فهذيك الكوفالنت اقوى. اي كوفالنت تصير قوية تساهمية بعد عصرة تساهمية فصار لذلك يكون الريفرز فيصير الأكشن مالته طبعا لازم شنو الريفرسبل يكون لونج أكتينج. إيش قد يطول الأكشن مالته؟ قلنا يطول أكثر من الريفرسبل وقلنا إلا راح يبقى لحد ما يصير إحنا عندنا الساين بس إنه إنزيم. طبعا هذه استخداماتها أما إنه يستخدموها كميليتري غاز يعني مثلا نيرف غاز أو إنه يستخدموها كإنسكتسايد مثلا الباراثايون والملاثايون يستخدمها بالإنسكتسايد. إذا مشتغلين بالصيدليات ومطبقين بيها كانوا يجيبون الملاثايون شامبو حتى يعالجون به القرات أو القمل، فهو هنا السجنية أنه أسيتيل كولينستريز إنزيم إنهبيتر. بس شنو مشاكله؟ أنه المسيوز مالته يجوز يصير بي أبزورشن بالسكن ويأثر على الشخص، لازم طبعا ما يصير بالعين لأنه ممكن يأثر على العين همينة. زين فهذه كلها تكون irreversible. هي طبعا لها استخدامات طبية irreversible. لا لا دكتور ما لها استخدامات ما عدا ايكوثايوفيت. الايكوثايوفيت هو صحيح هو يعني irreversible inhibitor بس ممكن انه يستخدموه for ocular purposes يعني كأفثالميك سوليوشن حتى يعالجون بيه الأوبن أنجل غلوكوما. طبعا نفس الشيء هو كأسيتيل كولينستريز إنزيم إنهبيتر فشي يسوينا يسوينا تأثيرين يعني. تأثير واحد على نيوروماسكولار جانكشن، نتيجة تأثيرها على نيوروماسكولار جانكشن شي يسوى شي يصير عند الشخص؟ يعني هي لما تجي تأثر على نيورو ماسكولار جانكشن شي يصير عند الشخص؟
دكتور فاسكيوليشن فاسكيوليشن الموتور يأثرنا على الموتور فانكشن وأيضا مو بس يأثر على الموتور فانكشن يسوينا بريثينج ديفيكولتي ايش يصير بريثينج ديفيكولتي دكتور احنا قلنا هنا ذني راح يسوون كونتراكشن زياده ويسوون زياده بالسكريشنز لا مو احنا لازم نفرق اكو الاسيتيل كوليسترول انزيم انهيبيتر تاثيرها اول شيء تاثيرها على الموتور فانكشن وتاثيرها على الاوتونوميك فانكشن الموتور فانكشن شخصت به السكيليتال ماسل السكيليتال ماسل زين فشي يصير عندي يصير عندي فاسكيكيوليشن يصير عندي مصل تويتشينج يصير عندي فاسكيكيوليشن يصير عندي باراليزز بس هاي الحالة مضات نتيجة الموتور فانكشن تأثيرها على الموتور فانكشن وراها يصير عندي بريثينج ديفيكولتي ليش يصير بريثينج ديفيكولتي ها يمكن نتيجة الزيادة اللي صار بالموتور دكتور نتيجة شنو لأنه بعد ما يقدر يتنفس يعني التنفس لأن تعرف أكو انتركوستال مصل والدايفرام الدايفرام والانتركوستال مصل هي تقريبا هم بيها تأثير إرادي فالمصل زمانة حتتأثر هناك فبالتالي حيصير عنده breathing difficulty ما يقدر يأخذ نفس عميق وأيضا شي صار عنده يصير عنده convulsion convulsion يعني اختلاجات هذا الموتور function مالتها زين طبعا الفانكشن الداخلي هو الاوتونوميك فانكشن شنو هو الاوتونوميك فانكشن مالته او الاوتونوميك افكت دكتور همين ياثر على الجي اي تي يا ما هي هاي الاوتونوميك فانكشن شنو تاثيره على الجي اي تي تاثيره على اليورينري بلادر تاثيره على الايز تاثيره على البلاد بريشر هذه يعني الاشياء حتى يقلنا فاسكيوليشن مو هي قلنا دكتور لا فرقوا لما أحكي أقول فاسكيوليشن كونفولجن بريثينج ديفيكولتي هذه أوتونوميك لو موتور فانكشنز موتور هاي دكتور هاي موتور لما أقول ميوسيس جي اي تي بروبلم يورينري بلادر تشينج بالانترا اوكيلار بريشر سيليفيشن هذه شنو موتور لو أوتونوميك احنا كل واحد من عندهم من نجي على الكولينيرجيك نجي على الانتي كولينيرجيك اول شيء لازم نحدد هذا التاثير مالته موتور لو اوتونوميك اذا اوتونوميك يعني معناته زياده بالساليفيشن واليورينيشن والجي اي تي بروبلم الشغلات اللي ما نقدر احنا نسيطر عليها اللي مو نسيطر عليها هذا اوتونوميك هذه مسكرانيك لو نيكوتينيك هاي الاوتونوميك مسكرانيك لكن الموتور فانكشنز لا هاي تشمل ان الموتور فانكشنز تشمل لي الفاسكيكيوليشن الكونفولجن المسل باراليزز البريثينج ديفيكولتي ممكن انه يدخل ضمن الموتور فانكشنز هذا فهذه هذا الافكتس مالتها مقسمها الى موتور افكت والى الاوتونوميك افكت بس شلون اتخلص من الاوتونوميك افكت مال الايكوثايوفيت او مال هذني الدراكس اللي هي الانسكتسايد او النيرف غاز يعني واحد جاي متعرض نيرف غاز واحد جاي مشتغل بالبيت ومتعرض انسكتسايد واخذ ميلاثايون وباراثايون هالمره اكيد الانتي دوت دكتور ننطي شنو هو الانتي دوت مالتهم جن الاتروبين ننطي زين فالأتروبين حسب الإفكت مالته يعني الأتروبين لازم إحنا إذا تطيب بالمودريت دوز حيشتغل بس بالبريفري فلازم مرات نطين هاي دوز إذا الدراج ده يشتغل بالسي إن إس زين يعني مثلا هسه أنا عندي واحد ماخذ إيكوثايوفيت أو ماخذ فايسوستيجمين وواحد جاي متسمم بالنيوستيجمين من اللي يحتاج دوز أعلى من الأتروبين أقول بالفايسوستيجمين أكيد رح يحتاج أعلى النيوستيجمين أقل لأن ذاك الإيكوثايوفيت هو ده يشتغل كريفرسبل إنهيبيتر فأقدر أنطي سيستيميكلي يعني مفضل أنه أنطي كسيستيميك إفكت ليش ما أستعمل العلاج مال مايسيثينيا غريفز ليش كنت استعمل النيوستيجمين ورحت للنيوستيجمين وباريدوستيجمين ليش ما بدنا نستعمل الايكوثايوفيت كده هو ايرفيرز
long duration irreversible والسايد افكت بروفايل مالته عالي فلهذا is rarely used. زين لكن rarely used systemically وين يستعملوا بيش؟ topical ophthalmic solution حتى يعالجون بي الopen angle glaucoma. يوسف موجود مو؟ تتسجل؟ تتسجل؟ اي اوكي زين. هذه هنا اكو نقطة مهمة بس بقيت انه الاسيتيل كوليسترز انزيم مثلا ايكوثايوفيت هو دشوف شنو هو أورغانو فوسفورس كومباوند شكو بي يعتمد على الفوسفورس جروب. هذه الفوسفورس جروب mostly bind irreversibly with the active site. الأكتيف سايت BOH جروب فيحول لنا الأسيتيل كوليسترز إنزيم into the inactive form. زين ف لما صار عندنا inactive هنا صار irreversible binding. من صار بي irreversible binding صارت بي عملية deactivation. بالنسبة لذيك الدراكس النيوستيجمين والفايسوستيجمين طبيعتها هي ما بيها فوسفيت. شنو طبيعتها؟ شنو الجروب اللي موجودة بيها؟ قلنا كاربامولاتد كومباوند بيها كارباماويل جروب. يعني اذا بيها كارباماويل جروب فبالتالي شو تسوي؟ تسوي كارباميليشن يعني ويا مو عن طريق الفوسفيت بايندينج. ورا ما يصير بيها طبعا اول شيء هو بس مجرد انه يسوي لنا بايندينج هذا البايندينج ورا ما يسوي لنا البايندينج حيصير عندي لوس اوف الكيل جروب من الانزيم. فهاي العمليه اذا صار عندي لوس اوف الكيلو جروب صارت عندي يسموها عمليه الايجينج. زين من صارت عندنا عمليه الايجينج فما نقدر ننطي الانتيدوت اللي هو البراليتوكسين. دكتورها موجودة نوني بال يعني مكتوب يمكن وين يعني نوني مكتوبة يا ال هاي عندنا موضوع ال reactivation of acetyl cholinesterase enzyme. ف هنا احنا عندنا اكو دراج اسمه البراليدوكزيم. البراليدوكزيم هذا يسموه تو بام. التو بام شوف الستركتشر مالته مشابهه الى الاورجانوفوسفورس كومباوندز فالا قابليه انه يسوي لنا ريفرسال فور ذا افكت اوف ذا اورجانوفوسفورس كومباوند ديورينج ذا ايرلي ستيج اوف توكسيسيتي. احنا عندنا هنا من يجي مثلا ايكوثايوفيت كأورغانوفوسفورس كومباوند يصير بي بايندينج ويا الاكتيف سايد مال الاسيتيل كوليسترز انزيم. بس هذا تحول الانزيم من اجى الأورغانوفوسفورس كومباوند تحول الانزيم الى انكتيف. احنا الى هذه النقطه الى حد الان احنا نقدر نعكس التوكسيسيتي عن طريق اعطاء انتيدوت اسمه براليتوكزيم او التو بام. هذا التو بام ممكن انه ينافس الاورجانوفوسفورس كومباوند على الاكتيف سايد ويقلل التوكسيسيتي. لكن المشكله وين؟ نعم انت ممكن تعيد هذا الستركتشر او اذا ممكن عن الحكي وتتابع وياه لان مدى ربط وياك. اي احنا عندنا الايكوثايوفيت يعني ممكن على هذا سجيت على مالت الري اكتيفيشنز يعني مثلا كشرح ويا هذا يعني الحكي هذا حتى احنا نفهمه. اي بس هنا اول شيء احنا شو كده يصير عندنا ايرفرسبل من ديجي الايكوثايوفيت
الإيكوثايوفيت أول شيء دي يصير بي بايندينج ويا الأكتيف سايد مال الإنزيم، الأكتيف سايد بي أو إتش جروب، هذا الفوسفيت دي يجي يتحد وياه فدي يحول الإنزيم من أكتيف إلى إنأكتيف، صار عندنا إنزيم إنأكتيفيشن. زين إلى حد هذه النقطة البايندينج الإنزيم اللي هو دكتور استايل كولينستريز اللي هو احنا اصلا دايرين نسوي له انهيبيشنز بدنا نسوي له انهيبيشن، فهذا من يجي الاورغانوفوسفورس كومباوند اجى اتحد هنا سوى له دي اكتيفيشن. الى حد هالنقطه الاكشن مال الانهيبيتر الى حد هذه النقطه ريفرسيبل، يعني ما وصلنا للريفرسيبل. شو كده حيصير ريفرسيبل من خلال انه يصير عندنا ايجينج للانزيم، وطبعا هاي عمليه الايجينج واحنا ايش يصير، يصير عندي لوس اوف الكيل جروب من الانزيم، هاي الالكيل جروب هنا تطلع من الانزيم، من تطلع الالكيل جروب من الانزيم نفسه، وهذا طبعا انت عايش شنو ايجينج يعني ايجينج، عمليه الايجينج انه الانزيم يصير بي ايجينج. بالايجينج ايش يصير عندنا؟ يصير عندنا لوس اوف ذا ايثيل جروب فروم ذا انزيم او الالكيل جروب من الانزيم. من يفقد هذه الالكيل جروب حيتحول هذا البايندينج من ريفرسيبل الى ايرفرسيبل. هسه من وصلنا لهاي النقطه وفقدنا هذه الايثيل جروب صار عندي الانزيم ايرفرسيبل بايندينج، بس قبلها انا هنا كان ريفرسيبل، هسه صار عندي ايرفرسيبل بايندينج. فقايم اكو شنو، اكو انتي دوت اسمه توبام اللي هو البراليدوكزيم، هذا البراليدوكزيم ممكن انه يشتغل ككومبيتيتيف انهيبيتر ويا الاسيتيل كوليستريز على الاكتيف سايد، بس شو وقت قبل الايجينج، قبل الايجينج يعني ممكن يشتغل كومبيتيتيف انهيبيتر قبل ما يصير عندي الايجينج، من صار عندي الايجينج بعد خلص البراليدوكزيم قبل ما يفقد الالكيل جروبس الريفرسيبل دكتور. فهو من كان ريفرسيبل يلا يشتغل البراليدوكزيم، من صار ريفرسيبل بعد البراليدوكزيم ما يقدر يشتغل. فلهذا البراليدوكزيم شو وقت يطوب التوكسيسيتي؟ بالمراحل الاولى بالبدايه يعني. الشخص اللي يتعرض الى التوكسيسيتي بالاورغانوفوسفورس كومباوند او يتعرض الى توكسيسيتي بالنيرف غاز لازم راسا يجون ينطوا براليدوكزيم، يعني راسا ياخذوا للامرجنسي. اذا طول وتاخر شي يصير عنده، حيصير عنده ايجينج بالانزيم، من صار عنده ايجينج بالانزيم يعني العمليه ما تحت تتاخر، يلا يبقى يعاني من السايد افكت الى ان يعني عمليه الريكفري ما تتاخر. So the presence of the charge group allows it approach an anionic site on the enzyme. Then, where it essentially displaces the phosphate group of the organophosphorus compound and regenerates the enzyme. For the pralidoxin can reactivate inhibited acetylcholinesterase enzyme inhibitor. بس ياهو قبل الايجينج يكون لازم حتى يسوي له reactivation. شغلة ثانية إنه البراليدوكزين ما يقدر يعبر البلاد برين بارير. طبعا the presence of the charge group اللي موجودة بي it allow it to bind to the anionic site and displace the phosphate of the organophosphorus compound. فإذا أطيته أني before aging قبل الaging حيسوي لي reversal for the muscarinic and nicotinic peripheral effect of organophosphorus compounds. حيعكس لي المسكرانيك ونيكوتينيك افكت مال الاورغانوفوسفورس كومباوند اذا اعطيته قبل الايجينج، بعد الايجينج بعد ماكو فايده. واذا الاورغانوفوسفورس كومباوند عبر البرين، بالبرين البراليدوكزيم يشتغل لو ما يشتغل؟ ما راح يقدر يشتغل دكتور، ما يقدر يعبر البلاد برين بارير، ما يقدر البلاد برين بارير. فاذا البراليدوكزيم هو فقط انه يعالج لي البريفيرال افكت مال الأورغانوفوسفورس كومباوند وفقط يعالجها during the early stage. زين فيلا يقدر انطي البراليدوكزين غير بس هاي شنو قصد بالأورغانوفوسفورس كومباوند؟ هو اوكي بي فوسفورس بس هو هنا كان قصد ذني جماعة الاستايل كولينستريز هنا بيهن فوسفورس اللي هو كان بس هو الأورغانوفوسفورس كومباوند بيها فوسفيت جروب هنا ومتصلة بيها الأذر جروبز، هي هاي الأورغانوفوسفورس كومباوند هي تكون irreversible. يعني هسه مثلا اللي هي تتمثل بالايكوثايوفيت، ايكوثايوفيت الملاثايون الباراثايون الميليتري غاز النيرف غاز هاي كلها اورغانوفوسفورس كومباوندز، لكن اللي نستخدمه ثيرابيوتيكلي كاوفثالميك سوليوشن هو بس الايكوثايوفيت، لكن الملاثايون الباراثايون هي كلها اورغانوفوسفورس كومباوند. اكثر الانسكتسايد خاصه الانسكتسايد اللي يسمونه باراليزز للانسكتس
اكثرها اورجانيو فوسفورس كومباوندز. فالاورجانيو فوسفورس كومباوندز التوكسيسيتي من يصير عندنا توكسيسيتي بيها لازم الشخص راسا يودوه للامرجنسي ينطوه برالدوكزيم. اذا تاخروا عليه بعد البرالدوكزيم ما يشتغل. فذاك الوقت ايش ينطوه اذا ما اشتغل البرالدوكزيم ينطوه؟ ممكن نعطي اتروبين تو ريفرس ذا مسكارانيك افكت. اذا هو عنده كونفولجن اقدر انطي دايازيبام يعني هو الفاليوم حتى يسوي ريفرسال فور ذا كونفولجن. واذا صاير اذا ما اشتغل البريدوكسيم استخدم اتروبين. مو هو شنو انت مثلا واحد جاء تسمم بالاورجانوفوسفورس كومباوند من اجى تسمم بالاورجانوفوسفورس كومباوند يودوه للامرجنسي روم. طبعا بالامرجنسي روم حتى يلحقون عليه عرفوا انه ما اخذ اورجانوفوسفورس كومباوند راسا يجون ينطوا برالدوكسين. من انطوا البرالدوكسين فش قام يسوي؟ قام يسوي ريفرسال فور ذا افكت. بينما البرالدوكسين هل احنا ضامنين انه حيشتغل 100%؟ لا قلنا اذا وصل لحد الايجي ما راح يشتغل. فكل ما يتاخر البيشنت البرالدوكسين حيكون تاثيره اقل كل ما نتاخر عليه. فشي يسوون ينطوه المره اتروبين ويا اتروبين. الاتروبين يقلل لنا المسكارانيك افكتس لانه هو انتاغونست. ايضا هو الاول اورجانوفوسفورس كومباوند شو اتوقع عند المصل مالت الاوتونوميك ستيميليشن عالي فصاير عنده كونفولجن فاسكيكيوليشن. فشي ينطوه؟ ينطوه فاليوم ينطوه دايازيبام أوبرا حتى يقللون الكونفولجن. وأيضا يجوز عنده مثلا breathing difficulty وتعرف أنه هذا breathing difficulty أخطر شيء. فشي سوان ينطون oxygen supply ينطون supportive therapy أو يسوي له artificial respiration. هاي العلاج مال التوكسيسيتي مال الأورجانوفوسفورس كومباوندز. بل عندك هذا البوكس مهم مال الكولينيرجيك دراجز. الكولينيرجيك دراج مثلا انت عندك البيثانيكول باش استعمله باليورينري ريتينشن ويشتغل اكثر شيء على المسكارانيك ريسبتر. يا يورينري ريتينشن استعمله البيثانيكول انه مو الاوبستراكتيف نازل الكاربوكول الاستعمال طبي الكاربوكول يعني إذا استعمال سيستميكلي لا دكتور قلنا ما لأنه يشتغل نيكوتينيك. فأكثر شيء يستخدمه بالأوفثالميك preparation حتى يسوي reduction of the intraocular pressure. يعني أنت كل ما تزيد الكولينيرجيك stimulation كل ما تقلل الانتراوكيلار بريجر فينطوب الأوبن and narrow angle glaucoma. وأكثر شيء الكاربوكول يكون طبعاً أقوى من البايلوكاربين. فمرات إذا كان البيشنت هو تولرنت للبايلوكاربين فيحولوه على الكاربوكول. البايلوكاربين أيضاً صحيح هو إذا يشتغل على المسكارانيك ريسبتر بس هم يفضلوه حتى يقلل لنا الانترا أوكيلار بريجر. وأيضاً مرات إلى استخدامات ثانية مثلاً بالزيروستوميا ممكن أنه يستخدمه. شنو الفرق بين البايلوكاربين والكاربو والبيثانيكول؟ البايلوكاربين تيرشري تيرشري يكون ذاك تيرشري وذاك كواترنري كواترنري. زين عندنا الاسيتيلكولينستريز انهبيترز اللي مثلا ادروفونيوم. الادروفونيوم وعندنا نيوستيجمين والفايسوستيجمين. الادروفونيوم باش استعمله؟ للدياغنوستيزين غريفز مو تريتمنت. وممكن استخدمه كأنتيدوت للنيوروموسكولار بلوكينج اكشن بس البريود اوف اكشن مالته قليله بين 10 الى 20 مينت. الفايسوستيجمين شويه احسن من عند البريود اوف اكشن مالته اطول. شو استعمل بيا حاله؟ قلنا انتيدوت للاتروبين. انتيدوت للاتروبين زيد ان الانتستينال بلاد يوصل للسي ان اس لانه هو عبر اول للسي ان اس ممكن. ودائما انه انا عندي تسمم بالاتروبين بيش اعالجه افضل بالنيوستيجمين لو بالفايسوستيجمين؟ لا قلنا بالفايسوستيجمين. اكو نوع من الادويه يسموه ترايسايكليك انتي ديبريسنت. الترايسايكليك انتي ديبريسنت هي ادويه ضاد للكابه بس هذه بيها انتي كولينرجيك افكت مثل الاتروبين. فممكن انه اعالج التوكسيسيتي مالتها ايضا بالفايسو استجمين.
النيوستيجمين ما هل قد ينفع بالتوكسيسيتي بس بيش يستعملوا علاج الماستينيا الجريبز مو دايجنوسيس تريتمنت يعني شوية البريود اف اكشن مالته أحسن أطول وأيضا ممكن استخدم بوست أوبراتيف أبدومينال ديستنشن وبليورينري ريتنشن زين ممكن استخدم يعني هو كوترنري أمونيوم كامباوند ممكن أنه يشتغل هناك وأيضا ممكن أنطي أنتيدوت للكمبيتيتيف نيوروموسكولار بلوكرز زين بالنسبة للكمبيتيتيف نيوروموسكولار بلوكر التوكسيسيتي التسمم بالنيوروموسكولار بلوكر منو أحسن عالج النيوستيجمين أو الفايسوستيجمين أنطي يعني واحد عنده هو من النيوستيجمين لأنه هو على العضلة قلنا هو يحتاج العضلة يحتاج إنه يعبر هو يعني إذا أنا عندي أتروبين توكسيسيتي منو أحسن أنطي نيوستيجمين لو فايسوستيجمين لا طبعا الفايسوستيجمين أنطي أحسن ظلت عندنا هاي الأدوية مال الزايمر اللي هو ريفاستيجمين والجالنتامين والدونيبزي دكتور وليش خالني بالنيوستيجمين خالنين هاي أوكي هاي لا أوكي الفيرست لاين تريتمنت أوف الزايمر ريفاستيجمين وجالنتامين ودونيبزيل هاي اللي وظيفته انه يزيد الاسيتايكولين بالبرين زين فشافوه انه يقلل لنا من الهيلث كير كوست لانه يسوي ديلي للالزايمر هل ممكن انه هاي نعتبرها علاج للالزايمر لا قلنا بس شلون يحد لنا من الموضوع بس هو ماكو علاج سلو داون ذا بروجريشن اوف الزايمر بس دائما ينطوها كأدجانكت ثيرابي مثلا ينطوه ويا الميمانتين الميمانتين اللي هو ان مثل دي اسبارتيت انتاغونيست يسموه ان ام دي اي دراج فهذا ممكن انه يحدد يعني يحاول هذا الدراج ممكن انه يسوي اكتيفيشن للميموري فينطون تو تايبس اوف دراجز حتى يصير سينرجي بيناتهم الإيكوثايوفيت إيش يفرق عن البقية؟ Irreversible يعني. وستوينا على الفوسفيت جروبس دنيش عشان لا يحتون على كاربوماويل. كاربوماويل جروب إيه. فذاك irreversible interaction هذا يكون irreversible interaction خاصة إذا صار عندي aging. وبس شوف ال هنا نش جايب الإيكوثايوفيت long duration of action توصل للمية ساعة ليش لأنه يكون irreversible فإلى استعمالات طبية لا دكتور قلنا يستخدم بس بالأوثالميك يعني شيء system يعني open angle glaucoma أوكي سيوسف موجود أي بس إذا تخلص التسجيل يعني أي وقف